شايفني هزق؟ معاش ولا كان اللي يقول على سعادتك كده؟ يعني ايه عيد ميلاد ابن راجل مهم في البلد تبعتوله ناس مستجدين؟ انتوا بتهزروا؟ مش فاهمين ده ابن مين؟ احنا فاهمين اهمية ابوك كبيرة كويس يا فندم، بس ده مجرد عيد ميلاد لولد صغير وكل اللي هيحضروه اطفال. ما يخصكش، طالما ابوه كلم شركة وهيب العزازي يبقى لازم نبعت له احسن ناس عندنا حتى لو اسبوع. اللي تشوفه يا فندم. اللي حصل ده ما يتكررش تاني. اتفضل. اهلا يا سرام افندي. خير؟ شكلك متضايق، بس عموما ما تقلقش يا بابا، انا مش جاي اضايقك اكتر. كل الموضوع ان انا حاسس ان في بيني وبينك تاتش غريب وانا جاي عشان خاطر اصالحك. لا يا شيخ، وماما بقى اللي قالت لك تعمل كده؟ عموما هي حركة حلوة، أنا هقبلها، بس أنا عايزك تسترجل شوية يا رامي، وكفاية مشاكل بقى مع اللي يسوى واللي ما يسواش، وتحتك في الناس اللي على الفاضي والمليان دي عشان أنا واقف وراك. يا ابني الرجولة مش بالبلطجة والدراع. أمال الرجولة بإيه يا بابا؟ ما هو لو أنت مش عارف بإيه تبقى مصيبة. ايوه افتحي بقى يا شيخه، افتحي. في ايه؟ انت عايز ايه؟ الشقه وحشتني وجاي اخدها. عندك مانع ولا ايه؟ تاخد انت الجنب. اوعي اطلع بره يا شيخ، اطلع بره يا شيخ. افتحي الباب، الشقه دي انا جايبها بفلوسي، جايبها بفلوسي. الشقه دي بتاعتي انا والولاد، المحكمه قالت كده، ولو جيت هنا تاني هبلغ البوليس. بوليس ولا تكلمي سي راجح بتاعك الزباله اللي رايح جاي معاك. راجح ده محترم اكتر منك، امشي من هنا. ماشي يا مدام، يا بتربيه يا بنت الاصول، وحياتك لربيك. انا مش عارف اللي قتل اختك ده ما قتلتيش ليه وريحنا من خليتك. انت ما عندكش دم، والله العظيم ما عندك دم. ماشي، وحياه امي ورحمه امي الغاليه اللي علمك الادب. ماشي يا اخي. انت غبي ليه يا اخي؟ حرام عليك، حرام عليك. ادخلوا جوه انتوا الثلاثه. طب لعلمك بقى، هي قفلت في دماغي، قفلت في دماغي، وهفضل تحت، هقعد لك في الطلعة وفي النازلة، وحرازيكي يا ليلى، هتشوفي. امشي، امشي وسيبني في حالي، والله العظيم ثلاثة فيا اللي مكفين. لما ربيتك يا ليلى. امشي بقى وسيبنا في حالنا، امشي. هو ليه بيقول لك إن أختك ماتت؟ مش أختك دي يعني ماما؟ لا يا خديجة، لا، تعالي، هو مش بيقول كده خالص. ماما زي الفل، ماما زي الفل، ما تخافيش، ماما زي الفل. ألو، أيوة يا راجح، أنت فين؟ واضح ان في حراسه حواليها. ناوي على ايه يا عمر؟ ناوي اخدها وارجع بيها من هنا.
بسرعه. متاكد انها هي؟ طبعا متاكد. بسرعه عشان نكبت العربيه. دخلة سبا مش ممكن تكون دي ندى. دي فرصتي الوحيدة عشان أكلمها، ساعتها أعرف إذا كانت هي ولا لأ. على فكرة يا عمر أصلاً دي شكلها أجنبية مش شكل ندى خالص. كلميها عربي الأول وبعدين نشوف رد فعلها. يلا انزلي. ازيك؟ هاي. ها؟ ندى؟ I'm sorry, who? Are you Nada? No, I think you're confused. Oh, I'm really sorry. You look like someone I know. It's okay. No problem. Nada. أنا عندي طريقة نخرج بيها من هنا. Are you talking to me? مش هي عمر. مش هي. I'm really sorry. My fiancé is confused just like me. It's okay. خلاص. تأكدت إنها مش هي؟ يلا بينا بقى من هنا. بالعكس. أنا تأكدت إنها هي وعرفت هي بتعمل كده ليه. يلا يا عمر يلا. هتكون الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وحشتني قوي بجد. وانت كمان يا ديدا. ديدا؟ انت عارف ان محدش بيقول لي الدلع ده خالص؟ كله هنا بيقول لي يا دليدا. انت كويسة؟ انا كويسة طول ما انت كويس. بس سمعت ان انت جيت الاردن وما كلمتنيش مرتين. معلش كان غصب عني، كان ظروف شغل كده ورجعت على طول. وبعديني جيت لك تاني. انا ما صدقتش نفسي لما كلمتني على فكرة. معلش يا ديدا، انا عارف ان اخر مرة سبتك فجأة كده وانت اكيد زعلانة مني، بس صدقيني كان غصب عني. قلبك ابيض، انا نسيت خلاص. وانت خلصت شغلك ورجعت على مصر، بس لفت الايام واحتجت لي وهطلع القديم عليك. مالك يا عمر؟ في ايه؟ ندى. مالها ندى؟ اتقتلت في مصر، بس انا متاكد ان هي عايشه. اتقتلت وعايشه؟ انا مش فاهمه حاجه. بصي، هو الموضوع يبان ان انا مجنون، بس انا متاكد ان ندى عايشه وانها موجوده هنا. هنا هتعمل ايه هنا؟ في اتفاقيه شراكه حاصله هنا بين واحد اسمه وهيب العزازي وازاد ايفان. انا متاكد الموضوع ده ليه علاقه بندى وان الاقيها معاهم. حضرت اللي قلت لك عليه؟ انا جهزت لك كل حاجه، واسمك هنا هيبقى سليمان. كويس. انت ناوي على ايه يا عمر؟ هقول لك. يلا بينا. يلا. مين ده؟ فواز هنا عشان يساعدنا. سليمان اللي حكيت لك عنه. أهلين سليمان، كيفك؟ الحمد لله. الموبايل ده بتاعك متسجل باسمك اللي هنا. كويس. أنا رحت العنوان اللي بعتهولي. دخول المؤتمر هيبقى صعب، لكن بمساعدة فواز عرفنا الفندق اللي قاعد فيه أزاد وهيب العزازي. طب كويس.
فواز من بكرة هيبلغنا كل تحركاته. غرابهم؟ أيوة ما تخافش، فواز بيقدر يكون زي الشبح، محدش بيحس بيه. طب أنا هحتاج سلاح. ليه؟ احتياطي لأي حاجة ممكن تحصل. عمر، أنت ناوي على إيه؟